بتدخل السلطات الولائية لحل مشكلة غياب مياه الشرب عن حنفياتهم منذ 10 سنوات، بالرغم من إعادة تهيئة شبكة المياه منذ أكثر من سنة. التغطية لعادل عباس. منطقة ريفية هذه، ماشي غير نائية، رانا ولينا في بلاد الماء، بلادها الجزائر كومبلي تشرب في الماء. حنا قطرة تاع ما عندناش الا هنايا، صافي 15 سنة وحنا نعانيو في هذا المشكل تاع الماء. عينا درنا لي رابور، درنا من السلطة حتى السلطة المحلية، هنا في البلدية للولاية، سعينا لأي بلاصة. الماء نشرو الماء، داروا لنا انستالاسيون عيونا مخرجين مع هامنيكو راهم ما كان والو. لا ما نزول عندنا، احنا نشرو الماء كيما قال لك صاحبي، نشرو الماء ب 100,000 سا دي بون. يجي الكاميو يجيك العشيه ولا يجيك صباح ولا ظل عطشان، ما تلقى با دوش، ما تلقى با تشرب. احنا الماء هذا هنا لازم حتى نحتاجو ما يجينا الماء، كامي تاع البلديه حتى نديرو احتجاج من الاطريق ولا نروحو البلديه باش يجيبوا لنا السيتيرنا تاع الماء. ولا ما درناش هكذا لازم نشرو الماء ب 100,000 للسيتيرنا. هذه هي التيوات، هذو عندنا امل اليوم ركبها. دينا نهضروا معاه، قال لي جبت لكم التيوات من مكتوبي، هذا مول الماء، قال جبت التيوات وعجلتهم ضربت عليكم ودرت وخلصت دراهم باه جبتهم. قلت له بصح درتهم، كليت دراهم ورا الماء. راني نجيب لهم الماء، كان يديروا لا كوموند نهار الافونس، هذو عيطوا لي على 9، جيت لهم مول العصر. يعني ما كاش كاين طلبيه بزاف تاع الماء حنايا للسكان هذو. الاغلبيه عندي بالك واحد 7 سنين ولا 6 سنين نخدم معاهم، نشتري النومرو غير اللي نشوفو نعرفو. كاين الناس اللي ماشي لاحقين باش يشرو الماء، شحال 100,000.